وللحديث أكثر عن هذه العملية العسكرية التركية في الشمال السوري أرحب بضيفي أحمد الحسن الخبير بالشأن التركي. أهلا بك أستاذ أحمد. يعني بداية بعد مرور 8 أيام على العملية العسكرية الجوية في سوريا، ماذا حققت تركيا من أهدافها؟ نعم، حتى الآن حققت تركيا يعني أبعاد سياسية عالية في هذه العمليات. مثلا على صعيد الانتخابات حققت بعض الأهداف على صعيد الانتخابات القادمة، مثل توسعة القصف باتجاه داخل الحدود السورية. مثلا كان قابل هامش العمل فقط 15 كيلومتر 10 كيلومتر، الآن هامش العمل هو داخل الحدود والأراضي السورية ويصل في بعض المواقع إلى 50-60 كيلومتر. هذا يعكس من وجهة نظر الأتراك تسويق لأننا نقوم على هذا الأمر بالتفاهم مع النظام وبالتفاهم مع الدول الفاعلة في سوريا، وهذا يعكس أنهم حققوا أوراق سياسية مهمة مع هذه الدول. الجانب الآخر أيضا هو تقبل الدول التي كانت ترفض هذا النوع من العمليات سابقا، تقبل التوجه التركي في هذا الجانب، حيث نجد أن التصريحات في معظمها تقول نتفهم وجهة النظر التركية ومخاوف الأمن القومي التركي. آلية العمل التركية في هذا الجانب تعتبر أنها حققت الجزء الرئيسي من أهداف العملية، وهي الرد على عملية تقسيم، الرد بطريقة غير مكلفة عسكريا، الرد بطريقة غير مكلفة سياسيا. لكن هل تكفي؟ هذا الكلام مرتبط بالمفاوضات التي تجري حاليا.